بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هناك تساؤل لدى بعض الأحبة المتابعين حول موضوع القرين. يعني كل إنسان لديه قرين أيها الأحبة. أنا أجلس الآن أمامكم وهناك قرين يحاول أن يوسوس، يحاول أن يلعب بالأفكار، يحاول أن يطغي، يحاول أن يدلك على طريق الشر. طبعا هذا الأمر موجود منذ أن خلق الله سيدنا آدم وإبليس، وتعلمون قصة آدم وإبليس عندما تعهد إبليس لعنه الله بأنه سيطغي العباد وسيوسوس لهم وسيأخذهم أو يدلهم معه إلى طريق جهنم. لذلك أيها الأحبة، كل إنسان سبحان الله لديه قرين من الجن، وهذا القرين حسب نص القرآن. يعني أنا لدي هنا نص في سورة قاف، يبدأ هذا النص بإعطائنا فكرة عن موضوع القرين ومدى تأثيره علينا. هناك من الناس من يعتقد أيها الأحبة أن القرين أو الشيطان أو إبليس أو أحد من الناس السحرة مثلا، أن باستطاعته أن يؤثر على الإنسان. فيقول لك بعض الناس طبعا: أنا لا أستطيع أن أتمالك أعصابي، لا أستطيع أن أتصرف أو أسيطر على نفسي، أشعر كأن أحدا يقودني. طبعا هذا الكلام غير صحيح لأنه يناقض القرآن. الله تبارك وتعالى يقول عن إبليس وعن الشياطين: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. الإنسان المؤمن والذي يتوكل على الله، يؤمن بالله ويتوكل عليه حق التوكل، لا يستطيع أحد أن يطغيه أو يوسوس له أو يؤثر عليه أو يؤذيه. إنما الشيطان يستطيع أن يسيطر على ضعاف النفوس. يعني إنسان لا يتوضأ، ليس لديه ثقة بالله، لا لم يقرأ القرآن، لم يتذوق حلاوة إعجاز هذا القرآن، لم يعلم من هو الله، وبالتالي من السهل على الشيطان أن يسيطر على هذا الإنسان تماما. أيها الأحبة، نحن في عالم البشر، إذا كان لديك شخص عالم لديه علم وشخص جاهل، أيهما من الأسهل أن تسيطر عليه؟ طبعا الشخص الجاهل، تستطيع أن تلعب بأفكاره، تسيطر عليه فيظن نفسه أنه مأسور لك، لا يستطيع أن يفعل أي شيء. ولكن الحقيقة إن جهله هو الذي فعل فيه هذا الأمر. لذلك أحبتي في الله، يعني أنا لدي نص نصحح من خلاله هذا المعتقد لدى كثير من الناس، أن الشيطان لا يعلم ما في رأسك، لا يعلم ما في دماغك، لا يعلم الغيب إلا الله. وإلا لو كان للشيطان قدرة على الاطلاع على أفكار الإنسان، إذن الشيطان يعلم الغيب. والله تبارك وتعالى، تذكرون في قصة سيدنا سليمان عندما قضى الله عليه الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو أن هؤلاء هذه الجن لو أنهم يعلمون الغيب، إذا لعلموا بموت سليمان وهو زعيمهم وهو سيدهم. إذا كانت هذه الأمور الواضحة جدا لا يعلمونها، طيب هل يستطيع الجن أن يتنبأ بما في أفكارك؟ لا. سيطرته أيها الأحبة ضمن مجال محدود، أنه يدلك على الشر. يعني سأعطيكم مثال: إنسان ذهب إلى صديق سيء، هذا الصديق السيء يدخن، يلعب بعقل هذا الإنسان، يقول له: التدخين جيد، التدخين كذا، انظر كيف أنا أدخن، انظر كذا، انظر كذا، فيه متعة، فيه سعادة، فيه راحة للبال، فيه تنسى همومك، فيه كذا. يطغيه فيضعف وبالتالي يشرب الدخان. طبعا إذا كان هذا الشخص عالم بأضرار التدخين، عالم بحكم التدخين أنه محرم،
لأن يعني الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وبما أن هذه المادة المواد السامة الموجودة في الدخان ثبت يقينا بنسبة 100% أنها تسبب عدة أنواع من السرطان، إذن لا يرضى الله تعالى لا يرضى الشر لعباده، وبالتالي فهي مادة محرمة وضارة وتسبب أنواع من السرطان، تسبب مشاكل كثيرة. إذن عندما تصل لدرجة العلم اليقيني من الصعب على أي شخص أن يلعب بعقلك ويوسوس لك ويقول لك دخن مثلا، تقول له ما هذا العبث، أنا لا أرمي بنفسي إلى التهلكة، انتحار بطيء، هذا الدخان يقصر العمر. كذلك في موضوع الدين أيها الأحبة، عندما تكون متمكنا من معلومات الواردة في القرآن، من كلام الله، من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قرأت سيرة هذا النبي، كلامه، تذوقت حلاوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله ستضحك على الشيطان إذا أراد أن يوسوس لك في هذه الحالة. لذلك عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، من 1000 عابد على جهل. طبعا هناك عباد يعبدون الله على جهل، عالم واحد أشد على الشيطان من هؤلاء 1000. إذن الشيطان لا يملك أي سيطرة عليك، وهذا بنص القرآن، وجاءت سكرة الموت بالحق، سماها القرآن سكرة. لماذا؟ لأن الإنسان يمر في حالة تشبه أعراض السكر، جفاف في الحلق، العيون، البصر يزيغ، ضباب، رؤية ضبابية، تضطرب الأمور في دماغه، يعني نفس أعراض السكر. لذلك سماها سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، كنت تهرب من الموت وجاءت هي، تأتي وجاءت ووصلت هذه السكرة. كلنا أيها الأحبة سنلاقي هذا المصير، كل إنسان سيشعر بسكرات الموت مهما كانت طريقة موته. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الآن ينتقل إلى يوم القيامة ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت في ذلك الوقت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقه وشاهد يشهد عليه. طيب ماذا يحدث بعد ذلك؟ الله يقول له لقد كنت، أو تناديه الملائكة، أو يأتيه نداء من الأعلى، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يصبح الإنسان في ذلك الوقت يرى قرينه، هذا القرين الذي أضلك أيها الإنسان ووسوس لك وأوردك المهالك وطريق الضلال، سوف تراه يوم القيامة وسيتبرأ منك. سبحان الله، يعني هذه عادة الشيطان. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يقول هذا ما لدي عتيد، هذا الإنسان الذي يعني موجود اليوم أنا ليس لي علاقة به، هو مسؤول عن عمله. فيأتي النداء القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. اسمعوا أيها الملحدون، هذا الموقف والله ستتعرضون له يوم القيامة. اصحوا وفكروا بعقولكم، فألقياه في العذاب الشديد، سوف يتبرأ منك القرين. قال قرينه ربنا ما أطغيته، ما أطغيته، يتبرأ منك، يكذب، هو كان يطغيك وكان يضلك، يتبرأ منك، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ماذا يأتيه الجواب؟ قال لا تختصموا لدي اليوم وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهنا تأتي الآية الفاصلة أيها الأحبة، التي هي يعني قول مرعب لكل مجرم، لكل كافر، لكل ظالم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سبحان الله، جهنم لا تكتفي في ذلك الوقت أيها الأحبة. لذلك أحبتي في الله، خلاصة هذا اللقاء أن الشيطان لا يستطيع أن يؤثر عليك، وليس له سلطان على الذين آمنوا،
وعلاج أي إنسان يتعرض لشيء من الوساوس، لشيء من الوسواس القهري، لشيء من وسواس النظافة، وسواس العبادة إلى آخره، ليس له إلا العلم. الجهل هو الذي وضعك في هذا الموضع. احفظ القرآن، احفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعمق في حياة هذا النبي، تعمق في القرآن، أدرس. الإعجاز العلمي في القرآن إعجاز كبير جدا، وسوف تجد راحة نفسية وسعادة وطمأنينة، وسوف تشعر بقوة هائلة تستمدها من العلم الذي أعطاك الله إياه. وليكن دعاؤك مثل دعاء الملائكة عندما قالوا ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.